معلم تمساح يا 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 معلم يا هوب ما انا واقف جنبيكوا يالا مش انا واقف جنبيكوا أيوة. مش انا واقف جنبيكوا أيوة. ده امال ايه امال ايه يا معلم تمساح يا معلم مش شايفيني يالا انتوا اول مره تجوا لي يالا ايوه يا معلم اصل ما كنا ايه ايوه يا معلم ايوه ايوه انتوا مش اول مره تشوفوني أيوة. انتوا اول مره تشوفوني يا معلم يا معلم ها 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 يا معلم ولا 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 اصل بلا لا لا ايه الواد الاهبل ده يا معلم ادينا فرصه نتكلم احنا فاكرينك واحد تاني بس. واحد تاني ايه على اساس ان احنا واقفين في الشارع مش دي الشقه اللي احنا داخلين نسرقها أيوة. هيبقى في واحد معدي كده هو يعني من غير ما نعرفه ده. او هنلاقي التلاجة معديه نلاقي الغساله معديه ولا ممكن مثلا يكون واحد معدي من غير ما احنا ما نبقى واخدين بالنا ولا مثلا ممكن يبقى في تلاجة معديه خلاص فهمنا يا معلم ولا يكون في غساله معديه فهمنا يعني ايه اللي دخل واحد هنا غريب مثلا الشقه يعني دي مش الشقه على الطلاب الثلاثه فهمنا يا معلم احنا اسفين احنا مش عايزين نضيع وقت انا بكره الرغي ايوه انا بقول لكم اهو ايوه يا معلم ماشي ايه ده ايه ده ده اكل انت جايبه لنا آه. يا علاء يا يلا كل يلا لا ما انت بتاكل الاكل وتطلعه تاني من بقك وتجيبه لنا يا انا اعمل كده ليه يا ابني ايه القرف اللي انتوا فيه هو ده هو الواد ده اللي قال لنا انت قاعد بتقعد تقول لهم اي حاجه يلا ولا ايه انا كنت بنفخ بس فيك يا معلم ده يلا شويه محشي لقيتهم في الثلاجه قلت بدل ما يحمضوا اكلهم انا امال هسيبهم يعني في الثلاجه ما انا اصلا لو سبتهم في الثلاجه ممكن يحمضوا عرفنا يا معلم اه ما انا عشان كده قلت اكلهم انا بدل ما يحمضوا بقى والله عرفنا خلاص لان عارف لو انا سبتهم في الثلاجه ايه اللي هيحصل لهم هيحمضوا ايه ده لا ما انت يلا ده انت ذكي يا معلم اه ما شاء الله ايوه احنا هنقعد نرغي هنقعد نرغي عايزين نشوف شغلنا يلا ماشي يا معلم عايزين نشوف شغلنا يلا عشان عامل تحدي اه عامل تحريات مفيش حد هيجي من البيت ده كلهم في عيد ميلاد حلو قوي اوعى لا حد يجي هنا اهو مثلا غصب عننا من غير ما ناخد بالنا ويخش علينا دي تبقى مصيبه لا لا عمري خستعت معاك قبل كده اوعى تخستع معايا يا لا يا معلم ايه ده ايه صوت الزماره ده بعد ما قلت ايه ده ايه ده ايه ده معلم معلم ايه ايه صوت الزماره ده؟ ايه ده ازاي عرفت ان في صوت زماره؟ انا بتنبأ. يا اخي بحس كده ان في زماره اتزمر يا اخي. علم استاذ. نرجع لموضوعنا. ايه صوت الزماره ده؟ يمكن العروسه جت من الكوافير. يا ابني عروسه. عروسه ايه يا ابني؟ ايوه بيب 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 ايه؟ والزينه بقى. احنا جايين نسرق يا ابني مش جايين فرح هبص ايه الصوت ده يالا عايزك تبص لحسن يكونوا اصحاب الشقه جم ماشي هتودينا في داهيه لان لو صحاب الشقه جم هيلاقونا هنا هيودونا في داهيه ماشي الحق ابص عايزك تروح تبص بسرعه ها وتيجي تقول يلا ماشي بقول لك ايه عايز الحق ابص يا معلم انت لسه ما روحتش يالا هروح يا معلم انت لسه ما بقول لك إيه؟ ايه انا كلامك ما بتسمعش ليه يالا والله انا رايح بترجعني مش انا قلت لك روح بص شوف دول اصحاب الشقه ولا لا ماشي يبقى انا عايزك تروح تبص بسرعه شوف لي دول اصحاب الشقه ولا لا ماشي يا معلم هتعمل ايه هروح اتنيل ابص اشوف اصحاب الشقه جم ولا لا انا قلت لك تنيل يا معلم والنبي يلا نروح بص ماشي ربنا يستر ربنا يستر ربنا يستر يا معلم مين يا مصيبه يا معلم مصيبه ايه اصحاب البيت جم ده اللي انا كنت خايف منه بقول لكم إيه؟ احنا لازم نستخبى بسرعه ماشي. احنا مش هنلحق نهرب ماشي. كل واحد يستخبى في حته ما يقولش للتاني عليها عشان لو التاني ده اتمسك ممكن يقول للاولاني فين المكان الاولاني بتاع التاني لان ممكن اول واحد مثلا يتقبض عليه يقول لهم ده في الشقه بتاعتي وده في الاوضه ايه وده في الاوضه ايه لكن يبقى كل واحد يستخبى يستخبى مع نفسه ما يقولش للتاني يستخبى في اي حته الفيلا باربع سلالم يا معلم زمانهم طلعوا الفيلا باربع سلالم بس طب يبقى نستخبى بسرعه أيوة. بس وانتوا بتستخبوا اهم حاجه ما تقولوش لحد لان انا ده حصل معايا قبل والله كده والله حصل معايا قبل كده كنت انا قبل كده في شقه أيوة. كان معايا ناس قلت لهم استخبوا فهم ما استخبوش استخبوا في سلمتين راحوا كده يا معلم اجري بسرعه استخبى يلا استخبى يعني اصل ده حصل لي عارف سنه 69 تقريبا انت قلت لهم قلت لهم يلا استخبوا 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 بسرعه ها استخبيتوا استنى حله المحشي خلاص ما تعيطيش بقى يا حبيبتي بقى والنبي ما تعيطيش بقى
خلاص بقى يا حبيبي ما تعيطيش بقى خلاص. ما عيطش ازاي يا ابو ياد؟ ما عيطش ازاي؟ عيد ميادي بس النبي السنه يستنى باص خايس يا ابو ياد. معلش يا حبيبتي هو بس عشان مدير النادي بس. افضل ادادي بس يا حبيبي مش عيط بس يا حبيبي انت حلوه خالص. هو بس المدير بتاع النادي. امشي يا مدير امشي يا وحش خلاص. هو وحش مش الراجل اصر يلغي العيد ميلاد عشان خاطر انت هزقتيه برضو يا حبيبتي. هو انا قلت له ايه يا مياد؟ قلت له ايه يا حبيبتي؟ ما انت بتقولي له انت راجل فاسي مش ممكن. ايوه فيها ايه؟ انا قلت له انت راجل فاسي. طب ينفع كده؟ انا لما اقولها يا حبيبتي غير لما انت تقوليها. ايوه فيها ايه كلمه فاسي؟ ايش بقى ايه القرف ده؟ النادي كله جري من حوالينا. انا بقول فاسل. ايوه ما انا قلت له. انا قلت له انت ياجي فاسي فاسي. يا حبيبتي الكلام كله ليه معنى، دي ليها ريحه. فهمتي؟ يا حبيبي ما انا كنت بقول هيسحبي واحنا صغيرين وكانوا بيموتوا بالضحك. عشان كده يا حبيبتي كانوا بيضحكوا. بصي بقى لما تعوزي تشتمي حد تاني قولي لي وانا اشتمه لك، اوكي؟ يا ميوت انا قلت لك هاتي دكتور يظبط لك الكلام. ما انا جبت يا حبيبتي دكتور عشان خاطر يظبط لك الحرفين، وقع مننا 8 اعمل ايه؟ وانا اعمل ايه؟ انا هقول لك تعملي ايه، انا اللي هساعدك، سيبك من الدكتور ده. ماشي. قولي ورايا. سيس. سيس. طب ما انت حلوه اهو. انا مش لدغه في حرف السي. طب انت لدغه في ايه بالظبط؟ تحددي. انا لدغه في حرف يه وحرف يام. طب ايه عارفينها؟ ايه يام دي؟ حرف يام. ايام. ايام شاهين؟ يا ميوت ايام. ايام وبنعيشها عمرو دياب. يا ميوت لا. ايام زي كلمة ياي. سحر عيونه ونظراته. أول ما تلاقينا عيني بعاي. ما أنت ساعديني يا حبيبتي ساعديني. يا ميوت زي كلمة كيب. كيب. كيب 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 كيب. لا يا حبيبي كيب كيبي هو كيب هو هو هو. لحظة يا حبيبتي. يا دكتور دي بتهوهو. ده مش فاضل لها غير الهو والواو حرام عليك. لا قوم تعالى دلوقتي حالا انا عايزك يلا فورا تيجي. بصي بقى انا هقول لك حاجه إيه؟ ارسمي الحرف اهو حرف يام. ايام والله العظيم حرف اللام. انا عرفت حرف اللام. ايوه يا مياد. طب يا حبيبتي قولي كلب هوهوي. لا بهزر بقول لك إيه؟ ايه ركزي قولي مرياله. 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 ميايا. طب وبعدين؟ طب هنعمل ايه في اولادنا طيب؟ هنربيهم ازاي باللدغه دي؟ ايه؟ ابننا لما يرجع من المدياسه ايه؟ انا اللسان يا باص. انت بقيت تكيوني يا مياد، بتكيوني وبتضيق عيايا. لا اللي مش كرهه اللي انا احبه احبه احبه. والله بتضيق عيايا. لو النبي اللي احبه حبيبي بقى كفايه. بصي بصي خلاص، انا هعمل لك عيد ميلادك هنا اهو في البيت، انا عزمت اعضاء النادي كلهم يجوا هنا. بجد هيجوا؟ اه. طب احنا مش عندنا حاجه نقديها لهم. لا انا جبت سعيد السواق قلت له يجيب كل التورت والساليزون والحاجات كلها بتاعت العيد ميلاد يحطها لنا هنا عشان اصحابنا. حبيبي ربنا يخليك ليا. مين بيحب مياد؟ انا. مين بيحب زينب؟ مياد. مين بيخون زينب؟ مياد. انا احب زينب انا كوتي بوتي يا خيوشي يا خيوشي يا خيوشي. كاكو داهيه في تقلي دمكم. يلا يلا حبيبتي بقى امسحي وشك عشان نطلع نستقبل الضيوف. يا انا هروح اظبط شعري وانت استقبلهم. طب ياي. ماشي باي. اطلع يا عم باشا. يا مراد باشا. يا اسود. يا مراد باشا. ارجع. انت فين يا مراد باشا؟ يا دي اليوم الاسود اللي من اوله. هات يا سعيد الباتون شاليه. سعيد يروح يجيب الباتون شاليه. عايزين شاليزو يا سعيد؟ سعيد يروح يجيب الشاليزو. يا دي اليوم الاسود على عيد ميلاد المهبب بتاع الاليسه زينب دي. ايش فخس عليك يا سعيد؟ انت بتشتمني يا سعيد؟ ما اقدرش. بتتريق عليا انا ومراتي يا سعيد؟ والله يا باشا ما اقدر اتريق على الاليسه مرات حضرتك. نعم يا اخويا؟ والله ما اقدر اتريق على الاليسه مراتك يا باشا. الاليسه مراتك؟ انا اسف. اسمها الاليسه مرات سعادتك. انا اسف يا باشا. يا حلوف. أنا آسف يا باشا أنا آسف. جبت الحاجة؟ جبت يا باشا الحاجة، جبت المكسرات وجبت الشاليزو وجبت حمصية وجبت سمسمية. يا ابني هو مولد النبي.
يا ابني انا بعتك دي بحاجه العيد ميلاد. ايوه بس صح، العيد ميلاد جبت البوشومات وجبت الشاليزو وجبت الباتون شاليه. جبت التورته؟ لا دي ما عرفتش انطقها. على رايك معلش انا اسف يا باشا. بقول لك يا باشا والنبي كنت عايزك في موضوع. نعم. استفسار صغير كده. ما تقول يا ابني بتقول ايه؟ استفسار صغير. ايه؟ استفسار صغير. فشار حجم صغير؟ لا استفسار صغير يا باشا. استفسار؟ ايوه استفسار صغير. قول كتك ده في لسانك. انت بتديني كام في الشهر؟ 4000. حلو قوي يا باشا، انا بستخدم 3000 بس في الشهر. حلو، في 1000 احوشهم؟ لا انا عايز اعمل بيهم حاجه. هتعمل بيهم ايه؟ عايز اجيب سواق. سواق؟ اه يا باشا سواق يوديني ويجيبنا الشغل سوا ونروح ونيجي. وانت هتعمل ايه؟ لا باشا انا هقعد معاك بقى في الكربه الورانيه ورا ونقعد نقرا الجرانين سوا. ياه تقرا اليوم السابع؟ لا هقرا المصري اليوم. اثبت يالا. انت بتعرف تقرا؟ يا باشا لا انا ما بعرفش اقرا، انت اقرا بصوت عالي. وانت تسمع؟ لا انا هتفرج على السوا. انت متخلف وهتجيب لي شلل. ولا روح يلا امشي من هنا قدامي. يا باشا طب والنبي طلب تاني صغير والنبي يا باشا. امشي امشي يلا. والله طلب صغير قد كده. اخلص. عايز اغني. ما بقاش الا انت اللي تغني يلدغ يا حيوان. يا باشا والله العظيم ده انا بفكر اقدم في الجابويس. تقدم في الجابويس؟ ايوه. طب اقول لك ايه؟ غني. قوم نادي على السعيدي واللي عايش يجيجي والبنات الاسكندراني اللمه دي لمه رجال وانا هاجي مع الشوهاجي والقناوي والشيناوي والمحلاوي اللي ميه ميه والنوبه الجمال. ما توصيش الشوايش الدنيا هتبقى كده كده واللي ساعيناوي. امشي يا كلب يا تافه اطلع بره. ليه بس كده يا باشا؟ امشي يلا. فين الخدامين يلا؟ موجودين يا باشا من 7 الصبح. طب يلا عشان في ضيوف قد كده عايزين يخدموا على الناس. حاضر يا شباب يا شباب. انت يا عماد. خير يا باشا؟ صباح الفل. كلم يا عم الباشا يا عم اللي هيخنقنا ده. بس انا جايب لك السواق، كنت هجيب سواق ب 1000 جنيه في الشهر والله العظيم. 1000 جنيه في الشهر؟ والله السواق ب 1000 جنيه في الشهر. ده انا بديك 4. مش مهم، انت راجل مغفل، دي مش كشتك. اطلع بره يا كلب. سلام يا باشا. بقى امسك خد دي كمان معاك يلا. اهي هناك اهي. صباح الخير يا باشا. نعم. صباح الخير. فين مراتك؟ مراتي جايه يا باشا. يلا عشان عندي ضيوف قد كده لازم تخدموا عليهم. ما تقلقش يا باشا، ده هيبقى بسرعة. احلى عيد ميلاد في البشريه ان شاء الله. يلا جاهزه يا زوزه؟ يا حبيبي قيبت خيس اهو. يلا كوكو ديوكو حبيبي. ايه العلاقه الحرام دي؟ ده عمال يا مياد يا مياد. انت كل بوله يا دي كمان يا حبيبي. اه ده بعد كده ما يخلف عيل يقعد يهشتكوا. انت كلاني كمان نص، انت كلاني كمان، وقعد يقول لك انت كنت كمان لامه، انت كنت كمان لامه، ويجي يقول لك الواد بيتكلم متاخر ليه؟ في كائنات غبيه بتكلمه. على مباب وتعالى خدم في هناك في النادي وخدم هنا، روح النادي وروح هنا. بقت حاجه باب، روح النادي مفيش فايده. نيجي هنا برضه مفيش فايده. حاجه زي الزفت. نروح اقدم في اي شغلانه في اي نصيبه، نروح النادي الدنيا طراوه وبرد، نيجي هنا برضه برد ومش عارف البرد بيجي منين. اما نادي الزفته تيجي تساعدني، اتاخرت ليه؟ يا اعتماد. انت يا اعتماد يا اعتماد. كنت فين يا اعتماد؟ في ايه؟ انت لابس الشورتي بتاعي يا حاج. معلش انا اسف، البنطلون اتسلت مني بس معلش. اخر مره كنت اتاخرت ليه؟ كنت بتهاكس في الشارع يا حاج. طب وهي دي حاجه اتاخر يا اعتماد؟ ما اللي بيهاكسني كان ماشي على مهله يا حاج. هو برضو اللي كان ماشي على مهله ولا انت اللي كنت بتتحرشي بالرجاله يا سفله؟ انت ايه؟ مش هنت. انت ايه؟ مش انت. انت ايه؟ مش هنت. ايه ده؟ المفروض انا اللي اضرب. انت ايه؟ انت ايه؟ بتمد ايدك عليا يا ابو ليل، بتمد ايدك عليا وانا اللي كنت عامل لك مفاجاه ومش عايز احرق لها لك. أرجوك احرق منديهالي. ايه القرف ده؟ يما يما
ايه القرف ده؟ دي قشة اورتيجا الجديدة. قصدك مي كساب يا حجة. ما فرقتش كتير يا حاج. دي جي جي جي. ودي حلقاها فين يا حجة؟ عند ارفس يا حاج. ابقى اروح يسوي لي السوالف حلوه يا حجة. انا زعلانة منك ومقموسة علشان انت بتتهجم علي وبتشك في شرفي. انت قلبك قاسي اوي اوي. انت قاسي اوي اوي. انت مش بتحس. ايه يا جيل؟ انا مقموسه مقموسه مقموسه. خلاص ما تتقمسيش ما تتقمسيش ما تتقمسيش. ارجوكي عايزك تغني لي الاغنيه اللي انا احبها. حاضر. من عينيا يا تميد. انا والليل يقول ليلي وانت تغيب. انا وشو يسال فين اغلى حبيب. انا قلبي ينادي لك وروحي تروحي لك. يوقف بيا الزمن واستنى اشوف عينيك. يجي هوبا رنجا 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 رنجانات هوبا رنجا رنج. ارجع لي اشوفك والقلب مرتاح. ريحني يا حبيبي من خلاص يا حجة يا حجة. برضو مقموسة. خلاص بتتقم. تعالي انا عارف الهبل ده. هننزل صورة على الانستغرام. يلا انستا هابي انستا ماي لافلي جير انستجرام انستي هبال انستي خدام انستا وتشافي. هاجي هاجي هاجي. برضو لسه مقموسة. خلاص يلعن ابو شكلك. زهقتني في حياتي. خلاص انت عارفة يا اعتماد ان انت كنت اكبر جزء من احلامي. كنت اكبر جزء من احلامك؟ ايوه. ازاي؟ انت عارفة يا اعتماد ان انا مستعد اعمل اي حاجة علشان ارضيك. اي حاجة اي حاجة اي حاجة اي حاجة. يعني لو قلتلك تفوت من فوق السفرة دي هتفوت؟ والله لو ده يثبتلك اني انك ايه بحبك.